احنا كنا من حوالي اسبوعين او اسبوع كانت الناس بتتكلم بتقول ان نسبه نجاح المشير السيسي وطبعا مع تخديم المؤسسات الحكوميه كلها ليه بتتعدى 90%. النهارده الموضوع بيوصل لحوالي 60-40% وبعد اسبوع واحد. اعتقد ان احنا قدامنا مساحة كويسة جدا علشان الشعب المصري يقتنع بالكامل ويعرف مين هو الحقيقي اللي ممكن يحكم الشعب المصري، مين اللي مؤمن بالمبادئ الحقيقية اللي قامت عليها ثورة 25 يناير والموجة الثانية بتاعتها في 30/6. السيد حمدين صباحي مؤمن بما أتى به الدستور المصري من عدالة انتقالية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. السيد حمدين صباحي بيتكلم لما اتسأل عن اتفاقية كامب ديفيد معاش إن هي في وجدان الشعب المصري زي ما المنافس بتاعه بيقول. السيد حمدين صباحي مؤمن بالمواطن المصري وعارف أخلاقياته ومعدنه الأصلي، مش غيره اللي جاي مش مؤمن بالأخلاقيات بتاعة المواطن المصري وجاي يربيه. السيد حمدين صباحي عنده خطط كاملة للعمل، مش غيره اللي بيتكلم وبيقول عمل لكن ما عندوش برنامج يتكلم بيه. السيد حمدين صباحي بينادي للشباب وانتقدوه في برامج النفاق السياسي اللي بتيجي في التلفزيونات ان هو مؤمن بالشباب وبينادي بالشباب، وغيره بينادي وبيتكلم عن الستات وبيؤمنوا بيه ان هو بيتكلم كويس عن الستات. اعتقد ان احنا قدام مننا مرشح حقيقي خاض العمل السياسي على مدار 40 سنه، وطلبنا ان يكون في مناظره حقيقيه ما بين المشير عبد الفتاح السيسي وما بين السيد حمدين صباحي، لكن هم اعتقد ما بيعملوش حتى عمل جماهيري في الشارع، يعني هو اساسا ما نزلش قابل حد في الشارع، هو اساسا ما عندوش برنامج وابا ان يكون عنده برنامج، هو اساسا لو كان عنده حاجه يقدر يقوم بيها في المناظره كان نزل وقال انا موافق اعمل مناظره زي اي ناس متحضره وزي اي دوله متحضره، لكن اعتقد ان فقد الشيء لا يعطيه، ما اعتقدش ان هو يكون عنده جرأه انه يوافق على المناظره دي، واكون سعيد لو هو لبها واكون واقف في الموضوع ده وانا سعيد جدا كمواطن مصري، انا بتكلم بصراحه، لا في ناس ثانيه طبعا بتتكلم كتير بس هو كل ما بيطلع يتكلم بيحصل دمور في الشعبيه شويه. طبعا انت عايزه تتكلمي عن مؤسسات دوله بتدعم حد بعينه، بتتكلمي عن مؤسسات دوله برضو بتصنع نفس الدكتاتور وبتصنع نفس الوضع في النفاق السياسي والتطبيل السياسي اللي احنا مش فاهمينه. مش لابد ان يكون احتكار الحكمه واحتكار الوطنيه على مؤسسه بعينها. احنا كلنا مواطنين مصريين، كلنا دخلنا الجيش المصري وبنخدم فيه، لينا اهلنا ولينا اخواتنا واصحابنا ضباط في الجيش المصري وفي كل مؤسسات الدوله. احنا بنتكلم وبنقول ان الارضيه اللي موجوده في الشارع النهارده هتكون صباحي، احنا بدينا ننزل ونتكلم ونعمل فعاليات، لكن اللي انت بتتكلمي عنه على الارضيه اللي موجوده للسيد عبد الفتاح السيسي، ارضيه كلها من رجالات مبارك ورجالات جمال مبارك، وده مش مستخبى عن اي حد، وشوفوا اي بنرات موجوده متعلقه في الشارع كلها، مين بيدعمها؟ امثال ناس كتير بدون ذكر اسماء كانوا كلهم قيادات في الحزب الوطني، بالنسبه لي ببص ليها وبقارن طبقا للي انا شايفه ده ينفعني هيكون رئيس جمهوريه ولا لا، لان بنسبه كبيره السيد عبد الفتاح السيسي ممكن يكون رئيس جمهوريه، زي ما بنسبه كبيره السيد حمدين صباحي ممكن يكون رئيس جمهوريه، وفي كلا الحالتين اي حد منهم هيجيبه الصندوق لابد ان احنا ننصاع ليه وناخده لينا كبير ونمشي على ان هو رئيس الجمهوريه بتاعنا. فاعتقد ان هو عمليه انه بيطلع لقاءات تلفزيونيه او ما بيطلعش، هو ما طلعش للقاء واحد او لقاءين، وانت عارفه اللي دار فيهم، يا ريت اللي دار في البرامج اللي طلع فيها عبد الفتاح السيسي زي المغسله اللي شفناها لما طلع السيد حمدين صباحي وان هم بيتعاملوا معاه ازاي. سيدتي السيد عبد الفتاح السيسي لما طلع مدح المراه كانت الدنيا بتهلل وبتقول جاله شجن وجاله وجاله احساسه بالمراه. سيد حمدين صباحي لما بينادي بالشباب طلعوا انتقدوه قالوا له انت مش حكر على الشباب ومش حكر. اعتقد انه في ابواق اعلاميه كتير بتتمتع بالنفاق السياسي وده طبيعتها وتفضل طول عمرها كده، حوالين كل ديكتاتور ومستبد لابد ان يكون هناك من المنافقين اللي هم بيحاولوا يزوقوا ويزينوا الكرسي بتاعهم.